اللي هو أسباب زيارة يسمع وزير خارجية اليمن إلى سد إثيوبيا. فبس خليني أذكر نقطة بسيطة، وده في عملي أنا كمحلل سياسي وباحث في ملف الإسلام السياسي. حضرتك الآن ما هو حجم الثروة التي يمتلكها وزير الخارجية اليمني في إثيوبيا؟ اللحظة لما أتحدث معك فيها آخر تقرير يشير إلى ربع مليار دولار استثمارات تابعة لوزير الخارجية. نعم لوزير الخارجية اليمني وبعض المقربين منه يعني. نعم يا دكتور. صحفية يعني نجليه يا دكتور صح، ونجليه يمتلكون هم نفسهم سندات في أثيوبيا. نعم معدية 50 نجليه فقط 50 مليار مليون 50 مليون دولار. نعم نعم يا دكتور، وهو حجم الاستثمارات الكاملة ربع مليار دولار داخل إثيوبيا، منها كازينوهات، يمكن المصريين كازينوهات يعني اللي هو مالها ليلي. نعم كازينوهات مالها ليلي يعني موجود تبع نجلي الوزير، تبع الوزير نفسه داخل باسمه، موجوده داخل. انا اتحدث وفق مواقع وصحف معتمده. نعم نشرت حجم ثروه الوزير داخل اديس ابابا، فكازينوهات وملاهي ليليه ومطاعم وسهر وهذا بس فقط وزير واحد، ما بالك وزراء الباقين يعني معنا فاسدين وسرق الله لا بارك بهم في جميع الوزارات، سرق بالهبل